ازيك يا هاله؟ ازيك يا سامية؟ اعملك قهوه يا سامية؟ يا ريت والنبي يا خالتي، لحسن ايه راسي هتنفجر. بقولك يا بنت، جايبالك شغلانه كده على الماشي. في واحد صاحب مديحه جاي يقضي الاجازه عندنا، وهيقعد يومين، وعايز واحده تقضي معاه اليومين دول، وهيدفع اللي انت عايزاه. طب ما تروحي انت يا اختي. رحت السنه اللي فاتت، هو بقى السنه دي يا اختي عايز واحده جديده، وانا بقى رشحتك. يا بنت ما تخافيش، ده عايز واحده يا دوب تخرج معاه، تفسحه، تسهره، مش اكتر من كده. بتتوشوشوا في ايه؟ ابدا، اصل جايبه الهاله كده شغلانه، وهي بقى مش راضيه، بتقول تعبانه. تعبانه؟ ما هي زي الفل اهو. هو في حد برضه يقول الشغل لا؟ مش كده والنبي يا خالتي؟ قولي لها. والنبي لو ينفع اروح مكانها انا كنت رحت. وماله؟ المره الجايه هبقى اعمل حسابك في شغلانه زيها. يبقى كتر خيرك. بقولك ايه؟ انا هقول لهم ان انت موافقه وهتستلمي الشغلانه من بكره، واوعى تنسي النهارده بالليل عندنا حفله كبيره، اوعى تتاخري. طب والقهوه؟ اشربيها انت بقى يا خالت. طيبه قوي البت دي، بنت حلال. صحيح، الواحد ما يحكمش على حد الا لما يعاشه. اه، على فين؟ راح اجهز للشغل يا اختي. والله العظيم ما بنام الليل من كتر احساسي بالذنب. اصل انا عندي ضمير وقلبي مليان بالخير. ضمير؟ في ايه؟ عاليه فين؟ انت مش مكسوف من نفسك؟ اتكسف؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الراجل يتكسف يبقى راجل اكسكيوز مي. هو انت معتقد بعد اللي حصل ما بيننا ده انا ممكن اقف اتكلم معاك؟ في ايه يا بنت الحلال؟ في ايه؟ مالك قلبك اسود كده ليه؟ انا عملت ايه يعني يا كماليا؟ قمت قال لك ان انا كنت اقصر اصورك؟ على فكره بقى الشقه فيها عفاريت. اه والله، بس في مخرج سينما اتقتل عندي في الشقه، فبالليل بقى عفروته تطلع يقعد يبدع بقى وياخد كادرات وكده. طب تعالي تاني كده وانا اعرفك ان مش انا. هو انت اتجننت؟ انت ايه بس؟ خش بس، خش خش خش، انت هتعملنا فضايح. في موظفين بره. في ايه؟ عايزه تتخانقي معايا قدام الناس؟ بلاش فضايح. انت عايز ايه بالظبط؟ انا عايز انا وانت ناخد وندي في الكلام، اصل انا حاسس كده ان بيني وبينك في حاجه كده. مش بيقولوا ان بين الناس بيبقى في كيمياء؟ او بيني وبينك بقى في معادلة كيميائية ولازم نحلها. قولي لي بقى، عليا فين؟ خرجت. خرجت مع مين؟ خرجت مع وسيم، اتغدوا مع بعض. اه، اصل انا بصراحة بصمت للبت عليا دي بالعشرة. دي طلعت شاطرة قوي، عرفت تشنكل الاتنين. شنكلت سمير على اليمين ووسيم على الشمال. دي لو طالت تشنكل الاتنين مع بعض مش هتقول لا ابدا. انما انا طلعت خايبة، كنت فاكرة نفسي صايعة. ايه ده؟ هو انت بتحبها؟ اصل انت لو بتحبها تبقى عبيط قوي. اللي زي عالية دي ما تقعش غير واقفة، بتقع على واحد دفيان بالملايين. ملايين ايه؟ دي لو قدرت تتجوز الاتنين هتتجوزهم مع بعض. ايه ده؟ هو انت لسه قاعد؟ ما تقوم تروح تشوفها قاعدة مع مين وتقفشها وتديها قلمين وتيجي. لا بقى، أنا عايزك أنت. أنا كل ما أتفرج على الفيلم اللي صورناه مع بعض أقول هي دي، هي دي. أنت واحد واطي. يا أنت لسه عارفة دلوقتي؟ ده أنت فهمك بطيء قوي. المهم، سيبك بقى من الكلام بتاع عالية ده، نخلينا في البيزنس بقى، في الشغل المفيد. إيهاب باشا ده إيه آخره؟ لا ما تستغربنيش، لعلمك بقى الحراميه والنصابين دول عندهم مثل عليا وقيم برضو. عندك انا مثلا لا يمكن اخون حد بشتغل معاه الا اذا زبلني او عمل معاه القله. بس ايهاب ده في الشغل راجل. حلو ده. يبقى بقى ايه، نتكلم على المكشوف وعلى المفتشر. ماشي؟ بس انا قلبي مش مرتاح لك من اخر مره. انا عارف ان قلبك الصغير لا يحتمل، بس انا يهمني قلبك قوي.